السلام عليكم. بصوا أدواتنا النهاردة بسيطة ازاي، بس هنطلع منها ديكور جديد ومتميز إن شاء الله. ده ورق فوم وألوان، ولازم مكوى طبعا عشان نشكل الفوم. لو تلاحظوا ألوان الفوم هي درجات ألوان الليمون، واخترتها عشان هي دي الألوان اللي هتخدم الحاجة اللي هعملها النهاردة. وشفتوا الباتون ده؟ باترون ورقة شجرة جميلة جدا جدا، اسمها جينكو بالعربي، وبالانجليزي اسمها جينكو بيلوبا، وشكلها كده زي المروحة. واحنا بنشتغل هكلمكم اكتر عنها. شجرة الجينكو أصلها من الصين واليابان، وبتعيش ملايين السنين، ويمكن عشان كده سموها شجرة المعبد، ومن كتر الفوائد الصحية اللي بتستخرج منها سموها شجرة الذهب، وهي فعلا لونها في الخريف زي لون الذهب. ومن كتر إعجابي بجمال أوراقها سبحان الله حبيت أعمل منها ديكور مختلف إن شاء الله يعجبكم. خطوة التلوين دي كالمعتاد اختيارية، بس الحقيقة بتدي حيوية للأوراق. دول الأوراق بعد ما خلصتهم،
عملت 4 مجموعات وكل مجموعة مكونة من 5 ألوان. بعد كده جبت الطارة دي، ولو مش متوفرة عندكم ممكن تستعملوا طارة تطريز أو كرتون بس مقوى يعني. بقسمها 4 أرباع، كل ربع بلزق عليه 5 ورقات من كل لون، وطبعا بنفس الترتيب. ده الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم. وست اليابانية دي بتسلم عليكم كتير وهي بتقول لكم يمكن جمال بشرتي يكون بسبب الجينكو بيلوبا، ابعتوا لها بقى كوبالات. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتقابل معاكم في فيديو جديد وفكرة جديدة على خير إن شاء الله.